لي غير الانستغرام حاليا هما اللي حاكمين السوشيال ميديا، كيجيبوا لايكس متابعين جداد، كيطلعوا لي فيوز بالزربه، وصراحه اللي يريد هما القالب باش تطلع لو كونت انستغرام ديالك حاليا. ولكن كنظن انك كتبوستيهم بطريقه خاطئه. هادشي بصح لي غير هما اللي المفتاح السحري باش تكبر الباز فان ديالك في البلاتفورم. مي الا ما ابلوديتيهمش بطريقه صحيحه فراه ما غاديش يطلع ليك اون بون كاليتي في الكونتوني اللي كتبريزونتي لي ريل انستغرام. غالبا فايت ليك الحشي ديال ريل انستغرام وفاش بوستيتيهم لقيتيهم يا طلعوا فلو اولا طلعت ليماج كومبريسي اولا ما طلعوش بون بون ريزوليسيون اولا السابجكت اللي كنتي دايرو في الريل الكادر عوج اولا ليماج مزوميه بزاف. دونك هادشي كامل هما المشاكل اللي كطيحوا فيهم. فهاد الفيديو غنعاونكم بلي سيكري براتيك، وكون متاكد الا كملتي الفيديو حتى الاخر غادي تولي تبوستي لي ريل ديالك بواحد الكاليتي اللي مفرقعه بزاف وكاليتي هربانه. اول ايطاب هي خصك تفيريفي الانستغرام كونت ديالك واش ماكتيفي واحد الخاصيه اللي مهمه بزاف. ف يلا نقادوها اونصومبل. دونك سي تري فاسيل، غتدخل الكونت انستغرام ديالك، غتمشي للبروفايل ديالك، غتمشي لدوك لي بار ثلاثه اللي الفوق، وغتكليكي على بارامتر، غتقلب على كونت، وتهبط لوتيليزاسيون دي دوني. واحد الخاصيه امبورتي على ميور ريزوليسيون. لا بلوبار ديال الناس كتكون بار ديفو انستغرام ما مكونشيهاش ليك، دونك انت غادي تحاول انك تجيري فيها وتاكتيفي هاد الخاصيه اللي مهمه بزاف. غنحاولوا نصاوبوا ان سيكونس، غادي نمشيو السيكونس، ما غاديش نخدمو بسيكونس بريسيت، غنمشيو نصاوبو لو سيكونس ديالنا. ديما كندير 25 اف بي اس يعني في تايم بيز ديالي، وفاش كنكون مصور بسلو موشن كنكونفيرتيها ل 25 فاش كنخطها في السيكونس ديالي. دونك صراحه لو بلوز امبورطون ايتاب في هادشي في هاد لو سيكونس هي فريم سايز، هي هادي. دونك هادي هي السايز اللي غادي نحاولوا نقادو ديال انستغرام. دونك لا بار ديال انستغرام راه سي فاسيل اننا كنحاولوا نفليبيو هادو، كنقلبوهم. هنا كنديروا 1080 وهنا كنديروا 1920. صراحه هادي هي لو بلوز امبورطون ايتاب. دونك سكوير بيكسل كنخليوها 1.0، هادشي كامل حتى حاجه ما كنقيسوها. غادي نسميو لو سيكونس ديالنا انستغرام، نديرو اي جي ريلز وكنديرو اوكي. دونك كما كتشوفوا ان عندنا فورما فيرتيكال ديال انستغرام، عندنا طول. دونك غادي نحاول انني ندروبي لا فيديو ديالي، غادي نحاول انني ندروبي لا فيديو ديالي في سيكونس، وغادي ندير كيب اكزيستين سيتينغز. دونك غادي نحيد الاوديو. كما كتشوفوا انني عندي هذا الفيديو اللي دروبيته هنايا فهو ماشي فيرتيكال، يعني فيديو عادي. دونك باش ما يبقاش عندي هذه الكحوله هنا وهنايا، غادي نمشي للاف دي كونترول وغادي نزوميه. الوغ كما كتشوفوا معايا، مي لا لاحظتوا ان شنو البروبليم اللي كاين عندنا هنايا، وهو اننا فاش زومينا ليماج ديالنا باش ما يبقاوش عندنا لي بار كحلين، ليماج تبيكسيليزات شويه وما بقاش فيها بلوس ديال لي ديتاي وما بقاتش كتبان بون بون كاليتي. دونك شنو غادي تستنتجوا؟ غادي تستنتجوا انكم غتحاولوا ديما تيفيتيو هاد الفورما، وفاش تبغيو تبوستيو دي فيديو ريل دو بريفيرونس انكم تصوروهم فيرتيكال يعني طول. دونك اون فا انولي سو بلان. دونك فوالا هذا فيرتيكال كيب اكزيستين سيتينغز. دونك كما كتشوفوا انني ما زوميتو ما حتى شي حاجه وبقى بالكاليتي ديالو. غالبا الكاميرات اللي كيكونوا يعني قل من الاسات 3 وكتصور بها مقلوبه، فاش كدروبي لو سيكونس ديالك كتعطاك هكا يعني مقلوب وعوج، غتشي ديما الغوطاسيون وغادي دير 90. دونك انت انا ما غاديش نديرها حيت عندي لو اسات مارك 4 كتعطيني الفورما فيرتيكال ما عنديش فيها مشكل. الوغ كتبقى لنا لا ديغنيغ ايتاب وهي ليكسبورطاسيون. كنمشيو الفايل، كنمشيو اكسبورت ميديا،
هنايا كنسميو لا فيديو ديالنا غنجي ريل لوكيشن كنبغيو فين نحطو لا فيديو واش نحطوه في اينا بلاصه اوكي الوغ هنايا في البريسيت كنحاولوش نختارو شي بريسيت اللي كيكون واجد هنايا ديما كتخدم بكاستم يعني بالبريسيت اللي غادي تصاوب نتايا الوغ فورما كنديرو اش 264 كما كتشوفوا هنا كنديروا ماتش سورس دونك هنايا باش يبقى عندنا سايز فريم سايز يعني يبقى عندنا نفس الفريم سايز اللي خدمنا به في سيكونس فريم ريج كيبقى 25 ما كنبدلوش كنكوشيو هادي رندر اش ماكسيموم ديف اوكي كتبقى لنا اخر ايتاب مي قبل هاد ليتاب بغيت نقول لكم ان انستغرام دو بريفيرونس ما تش اكسبورتيوش شي فيديو اللي كيكون يعني بكاليتي كبيره حيت كيكون بريسيا دونك دو بريفيرونس انكم تخدموا بهاد لي بارامتر حسن دونك هنا كما كتشوفوا عندنا 20 ميجا يعني مزيانه لا لحقتي ان فيديو فيرتيكال 4K فكون اكيد انه غادي تكومبريسا دونك من الاحسن انك تخدم ب 1080 على 1920 هنا في كنديروا VBR 1 باس وهنا غالبا الفيديوهات اللي ريل اللي كنلوح في انستغرام كندير 12 اوكي اوكا كنديروا اكسبورت وكنكونوا سالينا لي سيتينغز ديال الاكسبورتاسيون الى بارتي فينال كنشكر كاع الناس اللي بقاو حتى لاخر ديال لا فيديو نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيان سور ف ما تنساش انك تخلي لايك دير كومونتير و ابونا باش يوصلوك لي فيديو اللي جايين ان شاء الله.